بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام في إشكال اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حول قبلته من البيت المقدس إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة المشرفة. وإشكالهم أنه هل كان اتجاه الرسول صلى الله عليه وآله لبيت المقدس حقا أم باطلا؟ فإن كان حقا فلم التبديل إلى الكعبة المشرفة، وإن كان باطلا والآن هذا كلام حق التبديل والاتجاه نحو الكعبة، فمن يضمن بأنه هذا التحويل والاتجاه الجديد لا يكون باطل لاحقا، إن يظهر أنه أيضا باطل؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أجابه هم بعدة أجوبة نقضية، منها أنه أنتوا اليهود كان عملكم في طول الأسبوع إلا يوم السبت، فعملكم في الأيام الأخرى وتعطيلكم في يوم السبت يهو الحق، وبعد السبت أيضا عملت أياما ثم عطلت أيضا في يوم السبت، وهكذا استمرت القضية. فهل العمل صحيح أم الكف عن العمل؟ إن كان العمل صحيحا فلما الكف في السبت، وإن كان الكف صحيحا فلما العمل في غيره؟ كلاهما حقا، يعني الاتجاه نحو البيت المقدس في زمانه وفي مكانه قبل الهجرة المنورة هذا حق. والإمام العسكري أحد يسأله في آخر هذه الرواية المباركة أنه لما التبديل؟ الإمام يجيب لأن المشركين كانوا يهتمون بالكعبة كمركز عبادتهم وأصنامهم وطوافهم على طريقتهم، وكان من الصعب عليهم أن يغيروا قبلتهم. فالمؤمن الحقيقي يظهر إذا ترك الكعبة وتمسك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله. في المدينة اليهود كانوا بكثرة، وقبلة اليهود المسجد الأقصى أو البيت المقدس في الواقع، فهنا هذا قبلتهم. فاليهود الذين أسلموا على يد رسول الله أيضا هذا امتحان لهم، لأن الله عز وجل يريد أن يميت الإنسان ما يشتهيه وما يوده وما يحبه، حب أن يصلي إلى البيت المقدس لأنه هذا متعود عليه، هذا اليهودي اللي الآن توا أسلم. فهنا محل الامتحان، أن يغير ويسلم لرسول الله تسليما وأجوبة أخرى طبعا. ولكن هنا في الرواية تآمر الرسول صلى الله عليه وآله أو يسأل الرسول عن البدا، أنه هل بدا لله ذلك أن يغير القبلة؟ وفي البداء بحث مفصل. البداء له معنى لغوي وله معنى في الاصطلاح. المعاني اللغوية للبداء: أولا الظهور بعد الكتمان، يعني أمر كان في طي الكتمان لم أعرفه، بعد ذلك ظهر، يعني علم بعد جهل، هذا يمكن، يعني ظهر لي كذلك. في الآية المباركة أيضا إشارة إلى هذا المعنى اللغوي: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني كانت قضية مجهولة عندهم بعد ذلك ظهرت هذه القضية. فهذا البدا في حق الله عز وجل محال وباطل، لأنه يدل على سبق الجهل، والله لا ينسب بالجهل أبدا. المعنى الثاني اللغوي للبدا التغيير، تغيير القصد، الواحد يغير قصده، كان عنده رأي بعد ذلك يغير رأيه، هذا
تبديل الرأي وتصحيح الاعتقاد أيضا من معاني البدء. يمكن المعنى الآخر اللي هو تصحيح الاعتقاد أو تصحيح الغلط، يمكن أنا بعض الأمور لم أكن ملتفتا إليها فكان لي قرار، بعد ذلك التفت إلى تلك الأمور فأغير قراري. أيضا هذا مما لا ينسب إلى الله عز وجل، أنه واحد قد يرى مصلحة في الفعل غافل عن وجود بعض الموانع أو عن وجود مزاحم أقوى مصلحة أهم، فيشوف هذا الفعل يبدأ به، بعدين يشوف المصلحة الأهم يترك هذا الفعل، مو لوجود منقصة في الفعل، لا، الفعل له مصلحة، ولكن هناك مصلحة أهم تزاحم مصلحة الفعل، وهذا هم لا يمكنه بالنسبة إلى الله عز وجل. هناك معنى آخر لغوي للبداء، وهو نشو الرأي. نشو الرأي يعني إيجاد رأي جديد. هنا موطن الخلاف الكبير بين عموم المتكلمين ويمكن عموم الشيعة وبعض المتأخرين من أهل الأخبار والروايات، أنه هل هذا المعنى ممكن لله عز وجل نشو الرأي؟ البعض يعني هذا كلام جمهور المتكلمين، يمكن جمهور الطائفة أيضا على هذا الرأي، أن النشو الرأي يعني إيجاد رأيا، هذا مو معقول لله عز وجل. الله عز وجل علمه أزلي، علمه سابق، يعلم الأمور كلها، فشنو معنى إيجاد فد رأي جديد؟ لا يمكن، الله عز وجل كل الأمور له ثابتة، فما يقال من أنه بدا لله في الواقع هو إبداء يعني إظهار، أنا ما كنت أعرف، ظهر لي ذلك، ما كان بين لي أنا. اللي في بالنسبة إلى السيد محمد ابن الإمام الهادي سلام الله عليه، أنه في زيارته من بدا لله في شأنه، يعني كأنما الناس كانوا يتصورون هذا هو الإمام اللاحق، هكذا كان يظهر لدى الناس، بعد ذلك ظهر لهم كلا لم يكن السيد وإنما الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام هو الإمام. فمو معقول، الله عز وجل علمه سابق، فهذا العلم السابق لا يتغير، هذا اللي عليه جمهور وأن لا ينسب الجهل إلى الله، يعني الله قرر فت قرار اللي سابقا ما كان يعلمه ما كان يدري. بعض أهل الروايات من المتأخرين هؤلاء يقولون بأن البدء هو هذا في روايات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، نشو الرأي، الله عز وجل مبدع إلى إبداع وعلمه بلا معلوم. بس في رواية مفصلة تأتي إن شاء الله في مباحثات الإمام الرضا والأسئلة التي يسألها سليمان المروزي عن الإمام الرضا سلام الله عليه، هناك أن العلم مثل البصر، إذا ماكو معلوم مثل ماكو مبصر، هل يطلق عليه البصر؟ عنده بصر، عنده عين، بس ماكو مبصر يطلق عليه البصر. علم الله أيضا عز وجل سابق على المعلوم، ماكو معلوم بس علم الله موجود، هذا أمر. الأمر الثاني يداه مبسوطتان، الله عز وجل يعني إذا الله من اليوم الأول قرر قرارا بعدين يقدر يغيره أم لا؟ هذا قول اليهود أنه يداه مغلولتان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، الله يمكن. وقالوا هؤلاء المتأخرون من أهل الأخبار والروايات، قالوا بأن الله عز وجل يقرر دفعة أن يعفو عن شخص أو يعاقب شخص، وهو هذا الذي يعطي معنى للدعاء. يعني ليش تدعو إذا من اليوم الأول الله مقرر أن يعذب فلانا وأن يعفو عن فلانا، فما معنى الدعاء وما معنى الخوف والرجاء؟ ما إلى معنى، يبطل الخوف والرجاء نهائيا. فلذلك البداء له موقعية كبيرة في روايات المعصومين. لاحظوا بعض الروايات، زرارة عن أحدهما عليهما السلام، ما عبد الله بشيء أفضل أو مثل البداء،
ما عبد الله. لماذا؟ لأن وجود البداء الحقيقي في الله عز وجل يجعلك بين خوف ورجاء. يمكن الله يعفو عنك ويعذبك، يمكن الله ينزل العذاب عليك ولا يعفو عنك. فما دام تعلم بأن الله قد يقرر أمرا بلا سابق، إذا مبسوطة له ذلك. والله كتفت كتاب وقال أنا ملتزم بهذا الكتاب من اليوم الأول ومن الأزل. في رواية أخرى هشام بن سالم عن الإمام الصادق سلام الله عليه، من زعم أن الله يبدو، طبعا هذه الرواية في النقطة المقابلة، من زعم أن الله يبدو له في شيء اليوم لم يعلمه أمس فبرأوا منه. اليوم بدا له ولكن البارحة ما كان يعلمه فبرأوا منه. كيف التوفيق بينهما؟ هذا البداء اللي هو عن سابق الجهل، يعني معلوم كان، أمر كان، الله ما كان يعرفه، بعد ذلك عرفه، علمه. الفرق بين العلم والمعرفة هو هذا، المعرفة عن سبق الجهل، العلم ماكو سبق الجهل. فالله لم يعرف ثم عرف، وهذا فبرأوا منه، لأنه هذا ما يعرف الله، هذا مو موحد، هذا مو عابد لله عز وجل قطعا، تبرأوا منه. أما الكلام أنه لا، الله مبدع، يعني ينشئ أمورا جديدة بدون سابقة، أبدع في الخلق، أبدع في الإيجاد، أبدع في المعاني، وكذلك يبدع وينشئ الرأي، ينشئ الرأي اللي الآن يقرره لكون يديه مبسوطة. فهذه أيضا رواية. طبعا هذا الآن فمبنى، يمكن في رواية سليمان المروزي في احتجاجات الإمام الرضا نفتح هذا الملف، هو ملف شائك جدا ومفصل، ويمكن مؤلف حول البداء كتب ضخمة. بس يمكن أن يجاب عن هذا الأمر أنه كلا، يعني هذا ما ذهب إليه المتكلمون وعموم الشيعة، أنه نقول البداء يمكن أن يكون بمعنى الإظهار، يعني هذا في الشيك ما كان عندنا ظاهر، بعد ذلك ظهر عندنا ذلك، وهذا موجود في بعض الروايات. هذا يمكن أن يكون يعني من معاني البداء عند الله عز وجل الإظهار. وهناك معنى آخر، الله عز وجل خلق الكون وخلق الأسباب والمسببات وخلق الموانع، فالمقتضيات موجودة والموانع قد تمنع تحقق المعلول وتقف أمام المقتضي. فأنت لما تدعو المفروض أن ينزل عليك العذاب والعياذ بالله، مثلا البلاء، هذا المقتضي. عندما يجري على لسانك الدعاء أو تتشفع بالمعصومين أو تتوسل بهم، فهنا هذا المانع يقف أمام هذا المقتضي. طبعا المقتضي هو ما يوجد المعلول هو بنفسه، وإنما وجود المقتضي، عدم المانع ووجود الشرط. المقتضي للإحراق وجود مثلا خشبة، المانع من الإحراق الرطوبة، الشرط للإحراق مماس الخشبة مع النار، تماس الخشبة مع النار مع وجود الثلاثة. طبعا عبارة مجازية، لأن المانع هو فقده هو المطلوب، يتحقق المتعلق في الخارج. فالله عز وجل يقول هناك أجل محتوم وهناك أجل معلق، الأجل المعلق هذا موجود، الأجل المحتوم هو الذي الأجل المعلق يرفعه بعض أنواع مثلا صلة الرحم، الأجل المحتوم هو محتوم. فيمكن عند الأنبياء، عند الأئمة، حتى عند الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، تكون بعض القضايا هي في دفتر اللوح والإثبات، وبعضها في اللوح المحفوظ. ما في اللوح المحفوظ كما عليه قاطبة المتكلمين ويمكن حتى قاطبة الفقهاء، ما في اللوح المحفوظ هذا محفوظ لا يتغير، موجود. الله عز وجل حسب المصالح والمفاسد الواقعية يقرر، وهذا القرار يمشي والأمر بيده، عنده قدرة. الله يمكن أن يعذب المؤمن، له القدرة، ولكن حكمته تمنع عن ذلك، وهو الذي كتب هذه الحكمة وهذه الرحمة على نفسه.
فإذا بحث مفصل وشائك الأطراف ولجمهور المتكلمين رأي ذهب إليه يمكن جمهور الفقهاء، وبعض الروايات تشير إلى المعنى الآخر، وهذا المعنى الآخر يمكن بما بيناه أن نقول به أيضا بالنسبة إلى المقتضي والمانع، الأسباب والمسببات والموانع والقواطع وما يزاحم تلك الأسباب. فيبقى أيضا معنى للدعاء، إذا واحد بين الخوف والرجاء أيضا يظل على هذا المعنى، واحد لأنه لو يطلب من الله عز وجل يمكن هذا يمنع نزول العذاب عليه، يمنع العقاب الإلهي، يوفقه لدخول الجنة. فإذا مو متوقف الدعاء وليس متوقف الخوف من الله عز وجل على البداء، أنه الله يغير الرأي بإبداع جديد، وإن كان ذاك محتمل أيضا. طيب هسه خلينا نشوف الرواية، بما أن هذه المسألة كانت ذات أهمية ففصلنا فيها بمقدار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا الجواب النقضي، يمكن وصلنا إلى هذا المقطع من الرواية. ثم قال رسول الله: لقد تركتم العمل يوم السبت ثم عملتم بعده سائر الأيام، من يوم الأحد إلى الجمعة، هذا أيام عمل عندكم أنتم اليهود، ثم تركتموه في السبت، يعني عملت أسبوع إلى يوم السبت أيضا تركتم العمل، ثم عملتم بعده وهكذا، أفتركتم الحق إلى الباطل أو الباطل إلى الحق؟ عملت وتركت العمل، ياهو الحق ياهو الباطل، من الباطل وقعت في الحق أو من الحق في الباطل، أو الباطل إلى الباطل أو الحق إلى الحق، قولوا كيف شئتم. فهو قول محمد صلى الله عليه وآله، وجوابه لكم هذا قولي. طبعا هم شنو يقولون؟ يقولون من حق إلى حق، العمل في الأسبوع هو الحق، وال ترك العمل في يوم الجمعة في يوم السبت أيضا هو الحق عندهم. قالوا: بل ترك العمل في السبت حق والعمل بعده حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، في وقته الوقت مؤثر، ثم قبلة الكعبة في وقته حق، مثل ما مثلنا واحد يروح للابتدائية في وقته حق، بعدين يطلع للثانوية ويروح ثم للجامعة، كله في وقته حق، مو أنه الآن اللي راح للجامعة يقول الابتدائية كلها باطلة كانت، لا، حق في زمانها وهذه أيضا حق في زمانها. فقال له: يا محمد، أفبدى لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة؟ هذا بدى لله، يعني كأنما شاف بعض المصالح فاتت عندما كانت تصلي إلى البيت المقدس، فرأى تلك النقائص حولك. هذا الجهل، يعني ينسبون الجهل إلى الله عز وجل. الرسول هنا يقول: لا، ماكو بدال لله، الله قضايا مبرمة محكمة. وهذا مما يؤيد هذه الرواية أيضا ما ذهب إليه المتكلمون، من أن البدا بمعنى الإبداء والإظهار للآخرين، مو بداء حقيقي في الله عز وجل، وتغييرون أو قرار جديد، ما نسميه تغيير، قرار فجائي جديد، كما أن الله قرر خلق العالم ولم يقرر خلق العالم قبل ذلك. فقال رسول الله: ما بدا له عن ذلك، فإنه العالم بالعواقب. اللي يبدو له عندما يروح في تجارة يشوف ده يتضرر، لا، هاي التجارة مو هي التجارة المرجوة اللي إلها ثمرة، فيغير. اللهم لا، يعرف العواقب، هي بينت العواقب كلها، والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطا، كأنما وقع في غلط الآن يريد يصحح هذا الغلط، أبدا ما يغلط، ما يصدر الغلط من الله عز وجل، ولا يستحدث رأيا، يستحدث يعني كأنما يعتقد بحدوث رأي، لماذا؟ لتغيير في بعض المواقف، لا، الله ما يستحدث رأي، آراء هي التي كانت ولا تتغير. ليش؟ لأن الله رسم تلك الآراء بحكمته وبإرادته، وهي تلك كلها هي النافذة، ولا يستحدث رأيا بخلاف المتقدم، يعني بخلاف ما استحدثه سابقا،
هنا شنو هالمتأخرين من أهل الروايات شنو يقولون؟ يقولون لا، هذا مو بخلاف من ما استحدثه سابقا، هذا إبداع جديد، إنشاء جديد، مو مخالف للإنشاء السابق، لأن يده مبسوطة، يقرر اليوم شيئا ويقرر غدا شيئا آخر كما يحب وكما يشتهي، وكلها فيها حكمة. مو أن الحكمة في هذا، يعني يمكن الله يعذب زيدا لذنب ويعفو عن عمرو لذنب، في لنفس الذنب الله يده مبسوطة، هذا يستحق العذاب فعذبه، وذاك يستحق لا يستحق الرحمة، ولكن الله كتب الرحمة على نفسه فيقرر أن يرحمه، بيده ذلك. لذلك الله لا يخلف وعده، ويمكن أن يخلف وعيده، يعني إذا أوعد بالنار، هذا الوعيد يطلق عليه اصطلاحا بالنار، هذا يمكن الله بعدين يغفر له، يعفو عنه، ما يدخله في النار، يبدل الله سيئاتهم حسنات، بيده. ولا يقع عليه ولا يستحدث رأيا. طبعا هنا هذول المتأخرين من أهل الرواية يقولون هذه من الروايات مثلا المتشابهة، أو هذه الرواية اللي هنا الرسول يصرح صلى الله عليه وآله ولا يستحدث رأيا، يقول بجمعها مع مثلا رواية سليمان المروزي نرى بأن هذا الإمام الرسول صلى الله عليه وآله يتكلم على مستوى عقولهم أو بمقدار إشكالهم. يعني شنو كان إشكالهم؟ أنه كان جاهل ببعض عواقب الأمور فغير رأيه. يقول الرسول هنا ده يشير لهذه النقطة، مو مطلق كلامه أنه لا يستحدث رأيا أبدا، بل يمكن لله عز وجل أن يستحدث الرأي في زمانه في متى أراد. فلا يستحدث رأيا، يعني لا يستحدث رأيا بتوهمهم أنه هذا استحداث رأي للجهل السابق، أنه هي المصلحة كانت في الكعبة، ولكن الله عز وجل والعياذ بالله جهل ذلك فوجههم للبيت المقدس، وجه المسلمين في مكة وفي بداية مدينة المنورة. زين، ولا يستحدث رأيا بخلاف المتقدم جل عن ذلك، الله يغير رأيه عن جهل لا أو مطلقة كما عليه المتكلم. ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده، طبعا الله هو الذي القهار الغالب، وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفه، يعني اللي يغير رأيه، اللي يستدرك الغلط، اللي يجهل العواقب ويشوف الأخطاء، هذا يغير، الله ما يغير. وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفه، يبدو يعني بدأ، وهو عز وجل يتعالى عن هذه الصفات علوا كبيرا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها اليهود أخبروني، هذه الأجوبة النقضية اللي هم بالنتيجة يذعنون بها، عن الله عز وجل، أليس يمرض ثم يصح ويصح ثم يمرض؟ بيد الله، مثل ما قال النبي موسى عليه على نبينا وآله عليه السلام أنه منك المرض ومنك الشفاء، من الله كل الأمور بيده. طبعا أبدا له في ذلك، يعني المرض كان غلط، الصحة صحيحة أم الصحة غلط والمرض صحيح؟ كله صحيح، كله في زمانه للافتتان للمصالح. أليس يحيي ويميت؟ إذا المفروض هذا يموت فليش يحيي يجي للدنيا؟ خلي الله يجي يبقى في حيز العدم. أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا لا. قال: فكذلك الله تعبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني عبده إلى الكعبة بالصلاة إلى الكعبة. طبعا تعبد، يعني طبعا حتما أكو حكمة، ولكن هنا في مكة قال هكذا صلي وفي المدينة هكذا صلي، الحكمة يذكرها الإمام العسكري في آخر هذه الرواية، بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبده بالصلاة إلى البيت المقدس. وما بدا له في الأول؟ هذا مو بدا في الأول، هناك المصلحة تلك وهنا المصلحة هذه. ثم قال صلى الله عليه وآله: أليس الله يأتي بالشتاء في إثر الصيف، يعني بعد وعقب الصيف، والصيف في إثر الشتاء، أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا لا. طبعا البعض هكذا يقولون، يقولون البداء في التكوين كالنسخ في التشريع، شلون الله ينسخ وهو يدري أنه هذا الحكم مؤقت، عندما نزلت الآية آية النجوى وإعطاء الصدقة، هو الفترة كانت مؤقتة للافتتان، فكما أن النسخ في التشريع مع سابق علم الله فالبدء في التكوين كذلك،
أبدا له في كل ذلك؟ في كل واحد من ذلك قالوا له. قال فكذلك لم يبدو له تلك قبلة، هو بدا كل من في ظرفه. قال ثم قال صلى الله عليه وآله: أليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة؟ هذا ألزمكم، يعني ألزمكم عبر العقل، لأن العقل يدعو واحد في البرد خب يتدفى بثياب أكثر، في الحار يخفف الثياب، واضح يعني هذا في الأمر إرشادي أو أمر عقلي، ألزمكم بهذا المعنى. وألزمكم في الصيف أن تحترزوا من الحار، أفبدأ له في الصيف حين أمركم بخلاف ما كان أمركم به في الشتاء؟ لكل ظرفه بعد، واضح. قالوا لا، إن الرسول صلى الله عليه وآله كان نهاية الأجوبة النقدية اللي بديهية واضحة، يقول أنتوا إشكالكم أم هتشي إشكال ضعيف على تعبيري سخيف، اللي مثل واحد يجي يقول ليش هذا مرض بعد الصحة، أو ليش بالبرد إحنا نتدفأ وفي الحر نفر من الشمس، واضح يعني شو بيبين. أي ذي لب يفهمه، بل ما يحتاج، أي حيوان أيضا يفهم أنه لازم يشرد من الحر ويتدفى بالبرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فكذلكم الله تعبدكم في وقت. بس أنتوا ما فهمتوا المصلحة، ما يخالف، هو الله يدري المصلحة وأحكام طبق المصالح، لصلاح يعلمه بشيء، ثم تعبدكم في وقت آخر لصلاح يعلمه بشيء آخر. فإذا أطعتم الله في الحالتين استحققتم ثوابه، واحد مطيعكم. فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الاتجاه إلى الله عز وجل على أي اتجاه يمكن، فما دام عبدنا هنا فهكذا، وعبدنا خلافه فاتجاه الرسول صلى الله عليه وآله في مسجد القبلتين اتجاه 180 درجة، يعني نهائيا فر كاملة، هو في وسط الصلاة فر مع المصلين اللي كانوا خلفه من المشرق إلى المغرب أو بالعكس. يعني إذا توجهتم بأمره فثم الوجه، الوجه يعني الجهة، الذي تقصدون، يعني تقصدون الله منه، يعني من ذلك الوجه من تلك الجهة، وتأملون ثوابه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عباد الله، أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب، فصلاح المرضى فيما يعمله الطبيب ويدبره به. الطبيب طيلة في العلاج، هذا صلاح المريض أن يستعمل علاج الطبيب، واضح، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه على الطبيب، وهذا مو طبيب، هذا فد واحد بس يريد يأخذ فلوس الناس، هل نقدر، مو طبيب حقيقي إذا يعمل بما يشتهيه المريض. إلا ألا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين. فقيل، نخلي بعد تكملة الرواية عن الإمام العسكري للبحث المقبل. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.